اولا عدد الموظفين اللي بالفعل تقدموا من تلقاء نفسهم او طوعا للعلاج من الادمان، وعايز اعرف من حضرتك رحله العلاج بيبقى شكلها عامل ازاي؟ يعني لو توضح لنا الرحله دي، لان دي نقطه مهمه جدا، وكمان عدد الموظفين اللي بالفعل تقدموا طوعا. خلينا اقول لحضرتك ان كان على مدار التسعه اشهر اللي فاتوا تقدم اكثر من 2500 موظف. الحقيقه وده بيشير الى مدى الثقه في مؤسسة حكومية ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبالفعل الموظفين اللي تقدموا للعلاج بيتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا ولن يقعوا تحت طائلة القانون، وبنؤكد علاجهم في السرية تامة ولن يقعوا تحت طائلة القانون، لأن هدف قانون الموظف المتعاطي للمواد المخدرة زي ما أشرت لحضرتك هو ليس العزف بالموظفين، ولكن هدفه هو تضييق الخناق على الموظف بحيث ما يكونش عنده فرصة يعني بديل غير للعلاج. واحنا برضو يعني بنحب نرد على بعض المزايدات اللي يمكن وجدناها على مدار الاسابيع الماضيه، ان نعطيهم فرصه للعلاج. القانون بيعطي للموظف اكثر من فرصه، بمعنى احنا لما بدانا حملات الكشف على العاملين احنا بداناها من 3 سنين قبل تطبيق القانون، بدأناها في 2019، تطبيق القانون كان في بداية 2022، يعني استمرينا 3 سنين بنكشف على الموظفين دون أن يكون في عقوبة أو ردع تشريعي، ولكن مع استمرارية الحملات وجدنا أن في بعض الموظفين لديهم استمرار على التعاطي والإصرار بشكل مخيف، وبالتالي بعد تطبيق القانون النسبة انخفضت من 8% إلى 1%، وبالتالي بنؤكد أن القانون بيضمن للموظف حتى بعد تطبيقه وحتى في اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها يحق للموظف التقدم للعلاج، وبيتم اعتباره مريض وعلاجه في سرية تامة. الشرط الأساسي أن الموظف يتقدم من تلقاء نفسه قبل نزول حملات الكشف إلى مقر عمله. الشيء الثاني فيما يتعلق بالشق العلاجي، إحنا عندنا 30 مركز علاجي منتشرين على مستوى 19 محافظة بيقدموا كافة الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية، بمعنى إن الخدمات العلاجية داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لا تقتصر على سحب المخدر فقط، ولكن بتمتد إلى خدمات الدعم النفسي، التأهيل الاجتماعي، حتى كمان التمكين الاقتصادي بالنسبة للي ما عندوش أي مصدر رزق أو عنده أي وظيفة. بندرب المتعافين داخل مراكز العزيمة على حرف بيحتاجها سوق العمل، ويمكن على مدار الفترة الماضية دربنا أكثر من 14500 متعافي على حرف زي أعمال النجارة، زي أعمال التبريد والتكييف، صيانة المحمول وغيرها من الحرف اللي بيحتاجها سوق العمل. أيضا أطلقنا مبادرة في غاية الأهمية بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي لتمويل مشروعات صغيرة للمتعافين، ويمكن على مدار الفترة الماضية يعني قدرنا بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي ان احنا نمول مشروعات صغيره للمتعافين. صحيح. في ايجاد الحقيقه يعني الحد من الانتكاسه واعاده دمجهم في المجتمع مره اخرى. الحقيقه يعني يا استاذ مدحت، فكره دمج المتعافين في ان كان حتى انشطه اجتماعيه او حتى ايجاد ليهم اعمال او وظائف او مساعدتهم في حتى ان هم يبتدوا مشروع جديد، او يعني كل هذه المبادرات اللي حضرتك ذكرتها هي مهمه جدا، وهي جزء حتى من رحله استمرار التعافي، لان هي بتبقى رحله مستمره، هي مش بتقف عند حتى الخروج من المصحه او من مركز اعاده التاهيل، لكن هي رحله مستمره طبعا.